الحاجيات. يا من يريد فهم ذي الحاجات فخذ هديت شرحها في الآتي مكان مشروعا لرفع الضيق وحرج يحصل في الطريق. فشرع الحاجي للتوسعة لو لم يكن لوقعوا في عنة. فدين ربي ليس فيه من حرج بل كل ضيق بعده يأتي الفرج. ما جعل جاء وما يريد وربنا اليسر لنا يريد. وعند كل الفقهاء النبلاء مشقة تجلب تيسيرا تلا. وقد أتى التيسير في الأحكام جميعها من رحمة العلام. فلم يكلف خلقه محالا بل وضع الأسرار والأغلال. ولم يكلفن بشيء لم يطق من فضله لم يطلب الذي يشق. مشقة في العرف لا تعتاد خيرا من الله لنا يزداد. وإن تكن مشقة قد طرأت قد خففت برخصة قد شرعت. وقد أتى التخفيف في الشريعة وسبعة أقسامه بديعة. إبدال تنقيص كذا تغيير. إسقاط تقديم كذا تأخير. وبعدها الترخيص قسم سابع. وكل قسم للفروع جامع. وإن أتت مشقة معتادة فلم تخفف لجلها العبادة لأنها لا لازمة كل عمل بل في طعام المرء هذا قد حصل. وروعي الحاجي في العادات وفي العقود في المعاملات مثل التغاضي عن يسير من غرر في البيع تحقيقا لتقليل الضرر. وكل عقد جاء باستثناء من أصله الكلي بلا امتراء بل كل بيع داخل فيما ذكر وفيه خلف للإمام قد شهر. هذه الحاجيات قد فرغنا من الضروريات بأقسامها في الدين والنفس والعقل والمال والنسب والعرض. وهذه الحاجيات وهي منسوبة إلى الحاجة، والمقصود إنها إن لم تحصل للإنسان لا يحصل له ضرر، يعني لا يحصل له هلاك في نفسه ولا يحصل له ضرر في ماله، ولكن يحصل له حرج ومشقة وعنت. ولذا يا من يريد فهم ذي الحاجات فخذ هديت شرحها في الآتي مكان مشروعا لرفع الضيق وحرج يحصل في الطريق. هي مشروعة لترفع الحرج على المكلف ولترفع ما يحصل له في طريق العبادة إلى الله عز وجل. فشرع الحاجي للتوسعة، الأصل المقصود من الحاجي هو التوسعة المكلف. لو لم يكن لوقعوا في عنة، وهذا يدلك على كمال هذه الشريعة أنها حققت للناس ضروريات وحفظتها، وبعد ذلك دفعت عنهم الحرج والمشقة. فدين ربي ليس فيه من حرج من ضيق وحرج، بل كل ضيق بعده يأتي الفرج. وهذا كما هو موجود في الواقع الكوني يوجد كذلك في الشرع. كل حرج يحصل بعده يأتي فرج من الله عز وجل. ما جعل جاء وما يريد وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ما جعل جاء وما يريد وربنا اليسر لنا يريد. هذا معلوم. فهذه الشريعة ليس فيها حرج إطلاقا، وستعرفون هذا حين نقرأ ما يأتي. وعند كل الفقهاء
الفقهاء النبلاء مشقة تجلب تيسيرا تلا. وهذه قاعدة، المشقة تجلب التيسير، فكل ما جاءت المشقة جاء معها التيسير في الأحكام الشرعية. وقد أتى التيسير في الأحكام جميعها من رحمة العلام، ما في الحكم إلا وفيه تيسير. في أصل العبادات، انظر إلى أصل العبادات التي كلفنا الله عز وجل بها من صلاة وصيام وحج وزكاة، كلها ميسرة. فالصلاة أول ما شرعت 50، ثم شرعها الله عز وجل خمس، جعلها 5 صلوات، وهي بالنسبة إلى وقت الإنسان إذا نظرت إلى أصل المشروعية 5 صلوات تستغرق كم من وقت الإنسان؟ لو قلنا كل صلاة تحتاج إلى 3 ساعة أو نصف ساعة، ساعتين ونصف من 24 ساعة، إذن هي يسيرة من حيث وقتها، يسيرة من حيث فعلها، هذا بالإضافة إلى ما يحصل فيها من الأجر، فإنه يسهل ما يجد الإنسان من مشقة. فلم يكلف خلقه محالة، هذا ابتداء، بل وضع الأسرار والأخلال ابتداء. الشريعة ليس فيها تكليف بالمحال، حتى ويختلف العلماء هل يجوز التكليف بالمحال أو لا يجوز، لكنه لم يقع أمر محال لا يمكن، هذا أولا. ثانيا أن الله رفع عنهم الإصر والأغلال التي كانت على من قبلهم، الأمور الصعبة الثقيلة رفعها الله، وقال أن يضع عنهم الإصر والأغلال، فوضع عنهم الإصر والأغلال التي كانت على من قبلهم، هذا ثانيا. ولم يكلفنا بشيء لم يطق، من فضله لم يطلب الذي يشق. ولذا ليس في الشريعة تكليف بالمحال وما لا يطيقه الإنسان، وليس فيها تكليف بالشاق الذي لا يستطيعه الإنسان، لكن يكلف بما فيه مشقة، بما تحصل منه مشقة قد تحصل، لكن ليس شاقا على جميع الوجوه. يقول من فضله لم يضرب الذي يشق مشقة في العرف لا تعتاد، خيرا من الله لنا يزداد، لأن المشقة ليست كل مشقة منفية، المشاق على أقسام، مشقة معتادة ما من عمل إلا وفيه مشقة، لكن ولهذا سمي تكليفا لما فيه من المشقة، لكن هذه المشقة تختلف، فمشقة مثلا الجهاد غير مشقة الحج، ومشقة الحج غير مشقة الصيام، ومشقة الصيام غير مشقة الصلاة، ومشقة الصلاة غير مشقة الوضوء، فهذه معتادة في هذه العبادة، المشقة في الحج معتادة في العبادة، فكل مشقة بحسب ما تكون فيه. وإن تكون مشقة قد طرأت، لكن قد تطرأ مشقة بسبب من الأسباب، إما بسبب السفر، وإما بسبب المرض، أو بغيرها من الأعذار. وإن تكون مشقة قد طرأت قد خفهت برخصة قد شرعت، إذا وجدت المشقة الطارئة وجدت الرخص، التيسير من الله عز وجل. وقد أتى التخفيف في الشريعة، وسبعة أقسامه بديعة. أقسام التخفيفات في الشريعة 7: إبدال عبادة أو أمر بآخر، مثل الوضوء بالماء والتيمم، لم يجد الإنسان الماء أو شق عليه استعماله فهناك التيمم. إبدال تنقيص من العبادة،
مثل الجمع مثل القصر، تصلي الرباعية ركعتين، إبدال تنقيص كذا تغيير، تغيير مثل هذا في صلاة الخوف، تغيير نظمة الصلاة، إسقاط قد يسقط على المكلف العبادة، وهذا مثل ما وضع في أمة في مسألة الزكاة وفي مسألة الحيض بالنسبة لإسقاط الصوم الصلاة عن الحائض، إسقاط تقديم العبادة مثل جمع التقديم، كذا تأخير الصلاة، تأخير صلاة الظهر تجمع مثلا مع العصر، أو المغرب تجمع مع العشاء، وبعدها الترخيص قسم سابع. الترخيص هذا يقولون في مثل الاستنجاء، وما يحصل بسبب الاستنجاء قد لا يكون يعني مزيلا كاملا، بل ربما يبقى أثر أو شيء، فهو من باب الترخيص في الاستنجاء الاستجمار يعني، نعم، ويسمونه الاستنجاء والاستجمار. وبعدها الترخيص قسم سابع، وكل قسم للفروع جامع، كل قسم تحته من هذه التي ذكرناها من إبدال والتنقيص والتغيير والإسقاط والتقديم، كل واحد تحته أقسام كثيرة من التخفيفات، نعم. وإن أتت مشقة معتادة فلم تخفف لأجلها العبادة، إذا كانت هذه المشقة معتادة ما تخفف العبادة من أجلها، مثلا إنسان أصابه تعب من صلاته، ما نقول الله تعبت من الصلاة صلىها الرباعية صلىها ركعتين، أو إنسان وجد صداع خفيف ما نقول هذا تخفف من أجل العبادة، أو عنده ألم ضرس ما نقول له تخفف العبادة من أجل هذا، لأنها لازمة كل عمل، لأن هذه المشقة المعتادة هي ملازمة للعمل، لا يمكن لإنسان أن يؤدي العمل بدونها. فالذي يتوضأ يجد مشقة في الليل البارد، يجد مشقة لكن هذه معتادة، الذي يصوم يجد ألم الجوع وألم العطش لكنه معتاد، لا نقول تخفف العبادة من أجله، لأنها لازمة كل عمل، بل في طعام المرء هذا قد حصل، الإنسان لما يحتاج إلى الطعام يجد مشقة، يحتاج إلى أن يذهب إلى السوق ويشتري، ثم يطبخ، ثم يغسل الأواني، ثم ما يترتب على ذلك من أمور كثيرة، بل في طعام المرء هذا قد حصل. ورؤية الحاجي في العادات ليس خاصا بالعبادات، وفي العقول في المعاملات، قد تكون في الحاجيات في العاديات في الأكل في الشرب في غير ذلك، وفي العقود مثل التغاضي عن يسير من غرر في البيع تحقيقا لتقليل الضرر. إنسان اشترى عمارة يكفي أن يعرف كيف أسسها، لكن لا يحتاج أن يحفر حتى يرى ذلك مثلا، فهذا يعني من رحمة الله عز وجل أنه جعل ذلك الغرر اليسير لا ينظر إليه، نعم. وكل عقد جاء باستثناء من أصله الكلي بلا امتراء، الأصول الاستثنائية التي مثلا بيع المعدوم يكون استثنية منه، مثل إيجارة أو غير ذلك أو السلم، لأنه لو قلنا مثلا لا يدفع الإنسان الأجرة حتى يقبض البدل، هذه الإجارة تحصل شيئا، المنافع تحصل شيئا فشيئا، فمثل هذا معفو عنه، فهذه يسمونها عقود استثنائية أو جاءت على خلاف القياس كما يقول بعض العلماء. بل كل بيع داخل فيما ذكر في هذه العقود الاستثنائية، أنه داخل في الحاجيات،
لأنه تبادل منافع بمنافع وسد لحاجة الناس، هذا عنده طعام يبيعه، وهذا عنده ملابس يبيعها، وهذا عنده سيارات يبيعها، تبادل منافع للحاجة. وفيه خلف للإمام قد شهر، يعني لإمام الحرمين، لأنه له رأي أن البيوع من الضروريات، وهي قد تكون ضرورية أحيانا إذا احتاج الإنسان إلى طعام أو ما أشبه ذلك، قد يكون حاجيا. نعم. أحسن الله إليكم. التحسينيات. وإن ترد معرفة التحسين فإنه مجاء للتزيين، مكارم الأخلاق عند من فهم، ودفع ضدها محاسن الشيم، وكل فعل حسن يليق، فشرعنا بشرعه حقيق. ثم من التحسين ما يوالف قواعد الشرع وما يخالف، وقصدهم بالآخر المستثنى، حرصا على التحسين فدر المعنى. فأول كمنع بيع النجس، وستر عورات بثوب اللبس، وما أتى من جملة الآداب يدخل في ذا دون مرتياب، وآخر مثاله المكاتبة، فالعبد فيها يشتري مكاسبه. نعم، هذا التحسيني، وهو يعني التقسيم فقط، هذا يدلك على كمال الشريعة كما ذكرنا في الحاجيات، يعني أنها راعت أقصى المصالح للإنسان، ضروريات والحاجيات. إذن أنت مرفه في هذه الشريعة، الضروريات حاصلة لك، والحاجيات حاصلة لك، والتحسينيات أيضا. وإن تريد معرفة التحسين فإنه ما جاء للتزيين، يعني يقول هي ما شرع للتحسين والتزيين، مصالح يعني لو لم تحصل لنا لم يحصل هلاك، ولم يحصل حرج ولا ضيق، لكن الأكمل حتى تكون هذه الأمة في أحسن مظهر وفي أكمل مظهر أمام الأمم الأخرى. فمكارم الأخلاق كلها تدخل تحت هذا، وبعضهم عبر بأن التحسينيات هي مكارم الأخلاق عند من فهم، ودفع ضدها محاسن الشيم، وكل فعل حسن يليق، فشرعنا بشرعه حقيق. الشرع ما جاء إلا بما يليق بالإنسان ويرفع قدره ومكانته. ثم من التحسين، ثم التحسينيات هذه على قسمين. طبعا أنا أنبه هنا إلى أن العلماء ذكروا أنه لا ارتباط بين هذه الأمور والحكم الشرعي، يعني قد تكون هذه التحسينيات من الواجبات، لكن شرع هذه الأمور هو من باب التحسين، وإن كان واجبا أو مندوبا أو مباحا. فلا ارتباط بين التقسيمات الثلاثية، بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات والحكم الشرعي. لهذا لا يعترض أحد يقول هذا واجب، كيف تقول إنه تحسيني؟ هو واجب نعم من حيث الحكم الشرعي، لكنه من حيث الحاجة إليه هو تحسين، من حيث الحاجة إليه هو تحسين للتكميل، تكميل الإنسان. الصدق من مكارم الأخلاق، وهو أمر واجب، ما نقول هو بس فقط مستحب وغير ذلك، كل مكارم الأخلاق هي من باب التحسين. نعم. ثم من التحسين ما يوالف قواعد الشرع وما يخالف، يعني التحسينيات على قسمين، تحسينيات جاءت موافقة لقواعد الشريعة، وتحسينيات مستثناة من قواعد الشريعة الكلية، ويأتي معنى هذا. نعم. وقصدهم بالآخر المستثنى، الأخير اللي المخالف، حرصا على التحسين فدر المعنى. فأول، القسم الأول، كمنع بيع النجس وستر عورات بثوب لبس. بيع النجس لا يجوز، عرفت أنه محرم، وستر العورات أمر واجب،
ولهذا نقول من التحسين. كيف؟ يعني لا يليق بالمسلم أن يبيع نجاسة، لأن هذا يحتاج إلى كيل يأخذ النجاسة ويكيلها، هذا أمر لا يليق بالمسلم. وستر عورات بثوب لبس، ستر العورة أمر واجب وهو شرط في الصلاة، لكن هذا من محاسن الشيم أن يكون الإنسان في أحسن صورة وفي أكمل صورة. وما أتى من جملة الآداب يدخل في ذا دون ما ارتياب، يدخل في هذا دون ارتياب دون شك. يعني مثلا انظر إلى الأمر التحسيني عند الأكل، حين يضع المسلم الطعام ويسمي الله عز وجل ويأكل مما يليه، وكيف يأكل، وإذا انتهى حمد الله عز وجل، هذه جملة آداب لكن فيها تحسين يدلك على هذا النظام لا يقع على طعامه كما تقع للبهيمة، نظام حتى في الأكل. وهذا يدلك على أن هذه الشريعة كاملة من جميع الوجوه، ما أهملت هذا الأكل. يا غلام سم الله وكل مما يليك، لا تطيش يده في الصحبة يذهب يمنة ويسرى، يأكل مما يليه ويأكل بأصابعه الثلاثة، يسمي الله عز وجل، وإذا انتهى قال الحمد لله، حمد الله عز وجل الذي أطعمه وسقاه. فهذا أدب وهو تحسيني، لكنه يظهر هذه الأمة بمظهر حسن. هناك فرق بين من يأكل وتطيش يده ولا يسمي الله عز وجل ولا يأكل مما يليه ولا يحمد الله عز وجل على هذا الأكل، فهذا من باب التحسين. انظر إلى الإنسان حين يدخل بيته يقول بسم الله ويسلم على أهله، هذا أدب في غاية الأدب. إذا دخل إلى الخلاء ماذا يقدم؟ يقدم رجله اليسرى قل بسم الله، وإذا خرج قال أعوذ بالله من الخبث، بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرج قدم رجله اليمنى. إذن هذه آداب، آداب في اللباس، آداب في ركوبه سيارته، كل هذا يدلك على أن هذه الشريعة كاملة لا تعنى بجانب فقط، بجانب الحياة فقط في الإنسان. يعني هذه من فاته هذه الآداب، من فاته الاعتقاد الصحيح فاته الخير كله. ليست مسألة كيف أبيع كيف أشتري، أخذ الذي لي وأعطي ما علي فقط، لا، تهذيب للنفس من الداخل. فهذه الآداب جملتها هذا. وآخر مثاله المكاتبة، يعني النوع الثاني الذي يخالف القواعد المكاتبة. فالعبد فيها يشتري مكاسبه، والحقيقة أنه ليس العبد، هو السيد يشتري عبده، فكأنه يشتري ماله بماله. الأصل في هذه المعاملة مبادلة البيع ومبادلة مال بمال بمال غيره، فهو يبادل ماله بماله. العبد إذا في المكاتبة يشتري نفسه من سيده، وكسب العبد لسيده، والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فهو الآن يعمل ويعطي سيده وهو عبده. الأصل أن كسب العبد للسيد، فكأنه يشتري ماله بماله، وهذا من التحسين، لأن الشريعة تتشوف للتحرير، ولهذا جعل في الكفارات العتق
وشجع عليه لا تمنعه البتة إذا كان هذا الرق صحيحا، ولكنها تتشوف إليه وتطلع إليه لأنه من محاسن النفوس، فكل إنسان يريد أن يكون حرا ليس مملوكا لأحد. إذن هذه هي التحسينيات المكملات. ما جاء تكميلا لما تقدم مكمل لأصله قد تمم، يفيد في تقوية الأصلي ودفع كل خلل خفي، يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسنا للقاصد. مثاله منع قليل مسكر لأنه وسيلة فلتشكر، واشترطوا ألا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا. والأصل إن يختل باتفاق فالفرع يختل على الإطلاق، وقس عليه كل ذي تكميل من دون إخلال ولا تطويل. ثم اختلال الفرع قد يؤثر في الأصل من وجه ولا يكدر، فاحفظه دي ترتب المقاصد ولا تكن عن فهمها بقاعد. هذه المكملات وهي تلتحق بكل اسم ما تقدم، يعني عندنا مكملات الضروريات ومكملات الحاجيات ومكملات للتحسينيات، وبعض العلماء ذكر هذه المكملات بعد كل قسم فقال الضروريات ومكملاتها، الحاجيات ومكملاتها، التحسينيات ومكملاتها، وهذه تتم ما يمكن أن يكون من نقص في الضروري أو في الحاجة أو في التحسين، أو أنها تسد الذريعة التي قد تتطرق إلى هذا الضروري أو الحاجة. ما جاء تكميلا لما تقدم مكمل لأصله قد تمم، هذا هو المكمل. وما فائدته؟ تقوية، يفيد في تقوية الأصلي ودفع كل خلل خفي، يعني هذا فائدته أنه يقوي الأصل، إذا جاء المكمل يقوي الضروري أو يقوي الحاجي أو يقوي التحسيني ويدفع كل خلل يعني قد يتطرق إليه، يحقق القصد بلا مفاسد حتى يكون حسنا للقاصد، يعني مثلا القصاص في حفظ النفس، لكنه قد يتطرق إليه مثلا عدم وجود المماثلة، هذا خلل فجاء بالمماثلة فهذا تكميلي بالنسبة للضروري. ثم بعد ذلك الحاجيات كلها مكملات للضروريات، والتحسينيات مكملات للحاجيات، فتكون الحاجيات والتحسينيات مكملة للضروري، يعني الإنسان لو قيل له تصلي 4 ركعات وأنت مسافر يصح أن يكون حافظ على الدين لا إشكال في هذا، لكن يحصل له حرج قد يتطرق بسبب هذا الحرج والضيق شيء من المشقة، وقد يسوف الإنسان ويحصل خلل اختلال. يقول مثاله منع قليل المسكر لأنه وسيلة فلتشكر، منع قليل المسكر حتى وإن كان لا يسكر، يعني لو إنسان أخذ شيئا يسيرا من الخمر هو لا يسكره لكنه ممنوع من ذلك لأنه لو تجرأ على هذا القليل تجرأ على الكثير، اليوم يأخذ ملعقة وغدا ملعقتين وبعدها يأخذ كأسا كاملة ثم بعد ذلك يشرب ما، فهو وسيلة. يقول ومثله منع قليل المسكر لأنه وسيلة فلتشكر، قليل المسكر ولو لم يكن مسكرا في حد ذاته، يعني إنسان أخذ شيئا يسيرا من الخمر هذا لا يسكره
لكنه يتجرأ بهذا على الكثير، فهو وسيلة إلى التجرؤ على الكثير. مثاله منع قليل المسكري لأنه وسيلة فلتشكري. نعم. واشترطوا أن لا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا. اشترطوا في المكمل أن لا يعود على أصله بالإبطال، لكن لو اشترط، لو كان هذا المكمل يعود على أصله بالإبطال فإنه باطل ولا يصح. مثال ذلك لو قلنا اشترطنا دفع الغرض، انتفاء الغرض، وقلنا هذا شرط في البيع، هو شرط في البيع، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كل ما فيه غرض نهى عنه. فلو إنسان أراد أن يشتري ما مأكوله في جوفه، لو اشترطنا نفي الغرض لزم من هذا انقطاع انسداد باب البيع في هذه الأمور، لا يجوز أن يشتري جرجير ولا طيخ ولا يشتري عمارة أو أشبه ذلك. فيقول والأصل، واشترطوا أن لا يكون مبطلا لأصله مضيعا معطلا. فلو اشترطنا هذا للزم منه إبطال الأصل، فإذا أبطل الأصل، إذا عاد على أصله بالإبطال فإنه يكون باطلا. نعم. والأصل، طيب إذا اختل الأصل هل يختل المكمل؟ والأصل إن يختل باتفاق فالفرع يختل على الإطلاق، لأن الأصل مع المكمل كالصفة مع الموصوف، أو المكمل مع الأصل كالصفة مع الموصوف. إذا انتفى الموصوف هل توجد الصفة؟ لا توجد. فالأصل إذا انتفى الضروري مثلا ليس هناك حاجة للمكمل، ليس هناك حاجة للمكمل. والأصل إن يختل باتفاق فالفرع يختل على الإطلاق. وقس عليه كل ذي تكميل من دون إخلال ولا تطويل. كل مكمل عاد على أصله بالإبطال فهو باطل، وكل أصل اختل فإنه يختل المكمل بإطلاق. نعم. لأنه معه كالفرع مع الأصل أو كالصفة مع الوصوف. نعم. ثم اختلال الفرع قد يؤثر في الأصل من وجه ولا يكدر. لكن إذا اختل الفرع أو اختل المكمل هل يختل الأصل؟ لا، لا يختل الأصل. نعم يحصل فيه نوع من الاختلال، لكنه لا يحصل فيه يعني اختلال كامل. وهذا كما ذكرنا مثلا في رفع الحرج مع الضروري، إنسان لم يحصل له القصر أو الجمع لا يختل الأصل، لكنه يحصل عنت وحرج، هذا نوع الاختلال الذي قلناه، ولا يكدر يعني يمنع الأصل. فاحفظ هديت رتب المقاصد ولا تكن عن فهمها بقاعد، لأنك إذا حفظت المقاصد وما ترمي إليه فهمت الشريعة في الجملة، المصالح التي جاءت الشريعة بحفظها ومراعاتها. نعم. أحسن الله إليك. فصل في المقاصد الأصلية والتابعة. أصلية تابعة أقسامها، فعلا فخير أمة علامها، أولاهما الحظ بها قد انتفى، تعمنا بالنفع دون ما خفى، تابعة بعكسها فلتعقلي، وإن تخالف أصلها لم تقبلي، أقسامها مؤكد وما اقتضى، زوال عين القصد عكسه قضى، فأول وثالث مقبول، وغير دين ما له قبول،
وفي العبادات نراعي أصلها ونمنع الثالث ذا من أجلها. هذه مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. مقاصد أصلية يعني هي المقصود الأساس، ومقاصد تابعة تأتي تبعا لهذه المقاصد، لأن ما لزم من المشروع فهو مشروع، ما لزم من الأمر المشروع فهو مشروع. أصلية تابعة أقسامها، فاعلم فخير أمة علامها، هذا تكميل واضح معناه. أولاهما المقاصد الأصلية لا حظ للمكلف فيها، يعني لا حظ للمكلف، أن المكلف يؤديها سواء كان له قصد، سواء كان له غرض لا يتحقق له نفع خاص بل مصلحتها عامة، هذا المقصود. ولهما الحظ بها قد انتفى، تعمنا بالنفع دون ما خفى، فهي عامة لا تختص بهذا المكلف. تابعة بعكسها، هذه المكلف فيها حظ، فالنسل وإن كان المكلف فيه حظ لكنه عام، مصلحته عامة. مثلا إذا قلنا الأصل من النكاح النسل، هذا القصد الأصلي. تابعة بعكسها فلتعقلي وإن تخالف أصلها لم تقبلي، هذه مقاصد تابعة. يعني مثلا المقاصد هذه ثلاثة أقسام، ما تقتضي تأكيد المقاصد الأصلية. في النكاح مثلا الأصل ما هو؟ النسل. فإذا هناك مقاصد تابعة من المودة والمحبة والسكن الذي يجده الإنسان، فهذه المقاصد مقوية المقصد الأصلي. كلما كانت المحبة أكثر وحصل السكن للإنسان، كلما كان ذلك له تأثير على النسل، يعني بمعنى أنه تحصل الألفة بين الزوجين واستقرار الحياة الزوجية، وهذا يدعم المقصد الأصلي. فهذه مقاصد مقبولة. وما تقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا، يعني مثلا زواج أو نكاح المتعة، فهذا يقتضي زوال المقاصد عينا، لأن هذا لا يريد النسل. زواج المتعة هذا لا يريد النسل، إنما يريد المتعة، فهذا ألغى القصد الأصلي، ألغاه نهائيا. فهي تقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا. وما لا يقتضي زوال المقاصد الأصلية عينا ولا تأكيدا، هذا محل خلاف. يعني هذا القصد الثالث لا يقتضي زوال المقصد الأصلي، قد يكون المال مثلا من النكاح قصد من المال، وقد يكون أحيانا الشغار وما أشبه ذلك، لكنه لا يزيل القصد الأصلي. نعم. أقسامها مؤكد، عرفت المؤكد ما معناه، ما يقتضي تأكيد المقاصد. وما اقتضى زوال عين القصد، يقتضي زوال عين القصد، هذا ذكرناه لك. زوال عين عكسه قضى، يعني عكس هذا اقتضى. فأول وثالث مقبول، الأول والثالث الذي يقتضي التأكيد مقبول، والذي لا يقتضي تأكيدا المقاصد هذا فيه أيضا لكنه لا ينافيها، هذا مقبول. وغير ذين ما له قبول وهو الثاني، ما يقتضى مناقضة القصد الأصلي. وفي العبادات يراعي أصلها ونمنع الثالث ذا من أجلها. في العبادات، لأن العبادات يشترط فيها القصد الأصلي الإخلاص لله عز وجل، فأصلها التعبد لله عز وجل، فإذا لم يكن فيها إخلاص وفيها مقاصد أخرى
فلا تصح حينئذ. فهذه أقسام المقاصد من حيث الأصل والمقاصد الأصلية والتابعة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.